ربما هناك ضبط لأحد العناصر في الداخل من قبل قوات الأمن. لكن المعتصمين متواجدين في منطقة النهضة. ألا تلاحظ أي خروج من شارع الجامعة المنفذ الذي أتيح له لمتابعة المصابين في هذه ومحاولات من قبل بعض الكمائن التابعة لوزارة الداخلية من كده شوية وما يستخدموش هذه الأسلحة حتى لا تضطر. اللحظات القادمة هناك أيضا بعض الضبطين. طيب سيادة اللواء، سيادة اعتصام النهضة والقبض على 3 أشخاص. شهد في صفوف قوات الأمن هناك محاولات لاقتحام أسلحة متنوعة من قبل معتصمي النهضة. السرايات، هل هذا التراجع ل